ومعنا هنا الكاتب الصحفي فراج اسماعيل الذي عمل في مهام صحفية ميدانية في أفغانستان وتقابل مرات عديدة مع أسامة بن لادن. أهلا بك. أهلاً سيد أهلاً فراج. من خلال مقابلتك السابقة مع بن لادن، ما الذي يمكن أن تلخصه لنا على هذه الشخصية، وكيف بعد 10 سنوات تمكنت الولايات المتحدة من معرفة مكانه وقتله؟ يعني أهم شيء لفت نظري فيما جرى في عملية قتل أسامة بن لادن هو الرابط بين عملية القتل وبين ما يتمتع به أسامة بن لادن من حس أمني شديد. يعني تساؤلات كثيرة، يعني أسامة بن لادن حتى في قبل إعلان تنظيم القاعدة كانت لديه هواجس وأحاسيس أمنية وحس أمني شديد أثناء حتى قتاله للروس، وحتى عندما كان يمثل ضلعا مهما جدا في الحرب الباردة أيامها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ما لفت نظري أن أسامة بن لادن قتل في قصر أو مجمع سكني يثير كله علامات استفهام، يعني أي شخص عنده أي شخص استخباراتي ممكن أن يلفت نظره، بل أي شخص عادي. فالقصر يملكه 2 من الأشقاء لم يعرف عنهما الثراء، ومع ذلك فثمن هذا البيت أو المجمع أو القصر يزيد عن $1,000,000 وفق ما تحدثت عنه حتى يعني الصحافة الأمريكية اليوم. أيضا بني جداره من 18 إلى 20 قدم سمي علي بأسلاك شائكة تعني أن هناك شخصية مهمة داخل هذا القصر. أيضا أسامة بن لادن عرف عنه بالتنقل حتى قبل عملية ضرب مركز التجارة العالمي، وقبل أن يكون مطلوبا للولايات المتحدة كان لا يكون في منطقة واحدة ولا في مكان واحد. هو دائما يظن في نفسه أنه شخص مستهدف، فما بالك وهو الآن مطلوب وهو زعيم هذا التنظيم العالمي القاعدة أن يقيم فيه كما من 5 شهور من سبتمبر حسب ما تم رصده في هذا المكان المثير للشكوك والمثير للهواجس، يعني بطبيعته حتى عندما يعني القمامة يقولون أنهم كانوا يحرقونها ولا يدفنونها، كلها أمور تثير الشكوك. الشك الآخر أنه أيضا يقترب من قاعدة عسكرية أمريكية، كيف يختار هذا المكان؟ هناك أسئلة، هل فعلا CIA أو المخابرات الأمريكية والباكستانية كانت ترصده من 5 شهور فقط في هذا المكان؟ كيف بقي في هذا المكان؟ أين الهواجس الأمنية لبن لادن ورفاقه؟ يعني مكان ليس فيه إنترنت وليس فيه أي اتصالات، يد فيه مع زوجته، قيل أن المرأة التي قتلت معه كانت إحدى زوجاته، قيل أن من بين الذين قتلوا من الرجال كان أحد أبنائه، لم تتأكد كل هذه المعلومات بعد. لكن المعروف عن أسامة بن لادن أنه عندما يقيم في مكان ما لابد أن تكون معه إحدى زوجاته، بمعنى أنه يقيم مكانا عائليا. كل هذه شكوك لابد أن نتساءل عنها وستجيب عنها الأيام القادمة. نعم، برأيك لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي والشح في المعلومات حول هذه العملية وكيفية العثور عليه، يعني بأكثر تفاصيل أكثر من كونهم يعني تتبعوه عبر أحد مبعوثيه؟ ونقطة أخرى ربما تثير بعض التساؤل هي أن نيويورك تايمز قالت أنه تم التعرف على بن لادن قبل قتله من خلال فحص الحمض النووي. برأيك إلى أي مدى هذه العملية؟ أنا أرى أن نوع من محاولة التأكد والحرص الشديد، لأن هناك كانت عملية مشابهة لو رجعنا إلى أيام الحرب الأمريكية على طالبان وعلى ودخولها في مخبأ تورا بورا، أن الأنباء قيلت يومئذ أنه تم قتل رجل طويل وأبيض، وقيل أنه أسامة بن لادن، وتم أيامها فحص الحمض النووي وتأكد أنه أسامة بن لادن. أعتقد أن هناك كانت نوع من المخاوف ألا يكون هذا الشخص هو أسامة بن لادن للأسباب التي قلتها، أن أسامة بن لادن يملك حس أمني والقاعدة والمحيطين به وحراسه يملكون أيضا هاجس أمني، بدليل أنه لم يكن يتابع أي وسائل اتصالات، يقال أنه كانت تسجل له ما تذيعه القنوات الفضائية، أنه ربما يعني هل علم بالثورات العربية الشعبية أم لم يعلم. لكن أعتقد أن يعني هذا الحس وهذا الشح في المعلومات وهذا التسريب للقليل من المعلومات
يأتي أنه كانت هناك عدم ثقة كاملة أن هذا الرجل هو أسامة بن لادن. هم يقولون أنهم من أسبوع تأكدوا أن هذا الشخص هو أسامة بن لادن. يوم الجمعة وقع الرئيس أوباما قرار الهجوم عليه، لكن أيضا كان لابد من الحرص بسبب تلك الاستنتاجات التي قلتها. أعتقد عندما يخرج الرئيس الأمريكي ويعلن أنه تم قتل زعيم القاعدة، هذا يلغي أي هواجس أن هذا الشخص غير أسامة بن لادن. لابد أنه طبعا أسامة بن لادن. نعم، شكرا لك الصحفي فراج إسماعيل، الصحفي الذي عمل طبعا في مهمة ميدانية في أفغانستان وتقابل مرات عديدة مع أسامة بن لادن. شكرا لكم.